بسم الله الرحمن الرحيم. دونك سنخصص هذه الحصة لتصحيح بعض التمارين المتعلقة بمفهوم المتجه. دونك هنا عندي واحد التمرين ديال الكتاب المدرسي اللي هو كتاب المفيد، تمرين رقم 12 صفحة 184 كما كتلاحظوا هنا. تمرين 12 صفحة 184 الكتاب المفيد ديال السنة الثالثة إعدادي. دونك عندنا واحد المثلث اللي هو ABC ان تريونغل. هنا هذا التمرين هذا كيتعلق بالانشاء الهندسي، دونك انشاء بعض النقاط، مثلا هنا عندنا النقطه اي، النقطه جي، النقطه كا والنقطه ال. دونك هذه النقاط معرفه بالمتجهات، دونك معرفه متجهيا. دونك مثلا النقطه اي هذا رسموها حيث ان المتجهه بي اي تساوي 3 في المتجهه ابي. المتجهه اج جي دونك لانشاء النقطه جي خصنا المتجهه اج جي تساوي 1 على 2 مضروب في المتجهه ابي. وكذلك النقطة ك و ال بالطريقة اللي معرفة في التمرين، أن المتجهة أك تساوي ناقص 3 على 2 مضروبة في المتجهة أبي، والمتجهة بي ال تساوي ناقص 2 مضروبة في المتجهة بي. دونك أول حاجة غادي نقوم بها في التمرين هي إنشاء المثلث أبي سي. دونك أنا مفرضوش عليا الطبيعة ديال المثلث أبي سي. دونك غادي ناخدو ثلاثة ديال النقط ثم نربط بينها لنحصل على المثلث أبي سي. دونك هذا مثلث أبي سي. دونك مثل ما تلاحظون هنايا عندنا كونستخويغ لو بوان اي تيل كو بي اي، لو فيكتور بي اي ايكال 3 فوا لو فيكتور ا بي. دونك هنا سنحتاج الى انشاء المتجهه ا بي. دونك طبيعة الحال المتجهه عندها ثلاثة ديال المميزات، من بين هذه المميزات كاين الاتجاه. دونك عندما نتكلم عن المتجهه ا بي، دونك هذا يعني اننا سنتحدث عن الاتجاه ديالها اللي هو المستقيم ا بي. دونك المتجهه ا بي منحها من ا الى بي. دونك مثلا في هذا المثال اللي كاين في هذه الشاشه هذه النقطه ا، هذه النقطة أ نقدر مثلا نغيرها إلى آخره. النقطة أ دونك المتجهة أ، المتجهة أ عفوا، منحها من أ نحو بي، دونك نحو الأسفل كما كتلاحظوا هنا. دونك سنقوم بإنشاء المتجهة بي إي، حيث إن المتجهة بي إي تساوي ثلاث مرات المتجهة أ بي. دونك هنا في التمرين مانيش داير الترتيب ديال النقاط كما طالبينو. دونك هنا عندي مثلا هنا في هذه النقطة هذه من أ إلى بي عندنا جوج المتجهة أ بي. دونك قمنا بتكرار المتجهة أ بي، دونك درنا القياس ديال المتجهة أ بي وعاودناه انطلاقا من النقطة بي. دونك نفس الشيء هنا، عاودتاني عبرنا المتجهة أ بي مرة أخرى ودرنا نفس الطول. دونك من أ إلى إي عندنا ثلاث مرات المسافة أ بي. دونك هنا مثلا راني رسم المتجهة ال اللي كتساوي 3 ا بي، او لا مثلا في التمرين قالوا لنا بي ال تساوي ناقص 2 بي ا. دونك بمعنى بي ال تساوي ناقص 2 بي ا. دونك هنا هاد ناقص 2 بي ا ممكن نرجعوها 2 ا بي، دونك سالي التعريف ديال المقابل، مقابل المتجهة. دونك المتجهة بي ال، المتجهة بي ال تساوي ناقص 2 في المتجهة بي ا، هذا يعني ان المتجهة بي ال تساوي 2 في المتجهة ا بي، دونك جوج مرات المتجهة ا بي. دونك قلنا غادي نقوم بقياس الطول ديال المتجهة ا بي اللي هو المنظم ديالها، وانطلاقا من بي سنرسم مرتان الطول ديال المتجهة ا بي. دونك يعني النقطة ال كما كتلاحظوا المكان ديالها هو ال. دونك من النقطة بي الى النقطة ال عندنا جوج ديال المرات المسافة ا بي. هنا ملاحظة أخرى أن المتجهة بي ال والمتجهة بي ا عندهم منحيين متعاكسان. المتجهة بي ال دونك من بي إلى ال كما كتلاحظوا منحها نحو الأسفل، والمتجهة بي ا منحها من بي نحو أ يعني نحو الأعلى. دونك هنا عندنا العدد ناقص 2 هو عدد سالب. دونك هنا المتجهة بي ال والمتجهة بي ا لهما منحيان متعاكسان. عندنا بي اي تساوي 3 ا بي. بي اي دونك انطلاقا من بي سنقوم بانشاء ثلاث مرات الطول ا بي. دونك المره الاولى غادي نحصلوا على هذه النقطه، ثم المره الثانيه غادي نحصلوا على النقطه ال، والمره الثالثه سنحصل بيان سور على النقطه اي. دونك المتجهه بي اي دونك من النقطه بي الى النقطه اي عندنا ثلاث مرات المسافه ا بي. النقطه المواليه جو بونس هي جي، غادي نرسمو جي. دونك عندنا المتجهة ا جي تساوي 1 على 2 في المتجهة ا بي. دونك المتجهة ا بي كما كتلاحظوا من ا الى بي. دونك باش نرسمو النقطة جي يكفي اننا ناخدو المسافة ا بي نقسموها على جوج. دونك المسافة ا جي تساوي النصف ديال المسافة ا بي. دونك هنا عندنا العدد 1 على 2 موجب، وبالتالي المتجهة ا جي والمتجهة ا بي غادي يكون عندهم نفس المنحة. اخر نقطة هي النقطة ك،
دونك النقطة كا كتحقق لي متجه أ كا تساوي ناقص اللي زيدناه في متجه أ بي. دونك هنا كما تلاحظوا رسمت واحد النقطة دي. دونك هاد النقطة دي كيفاش درت رسمتها؟ دونك رسمتها بحيث أن المسافة أ دي تساوي 3/2 المسافة أ بي. 3/2 يعني غادي نقسمو المسافة أ بي على 2 كما كتلاحظوا، غادي نحصلو على أ جي و جي بي، ونعاودو نكررو نفس القياس مرة أخرى. دونك عندنا أ جي تساوي جي بي تساوي بي دي. دونك من المسافة من أ إلى دي تساوي يعني 1.5 المسافة أ بي. دونك 3 ديال المرات ديال النصف الأول من أ إلى جي، النصف الثاني من جي إلى بي، والنصف الثالث من بي إلى دي. ولكن هنا كما تلاحظون أن أ كا تساوي ناقص 3/2 أ بي، يعني 3/2 بي أ، وبالتالي المنحى غادي يكون معاكس، دونك انطلاقا من أ نحو الأعلى وليس نحو الأسفل. دونك كيف سأقوم بإنشاء النقطة كا؟ دونك يكفي انني ناخذ لو سيميتريك دي بوان دي بارابور ا، يعني المماثله ديال النقطه دي بالنسبه للنقطه ا. دونك كما كتلاحظوا فين غادي تجي النقطه ك، دونك غادي تكون ا هي مركز الدائره التي تمر من دي وك بطبيعه الحال، لانها ممكن دائره نرسمها بخطوط غير واضحه بالنسبه للشاشه، نقدروا نبدلوا لها لا كولور باش تبان مثلا. وي دونك هنا المسافه ا دي والمسافه اك متساويتان، فقط ان المتجه ا دي متجه ا دي والمتجه ا بي لهما نفس المنحى، ولكن المتجه اك والمتجه ا بي ليس لهما نفس المنحى، منحيان متعاكسان. هنا النقطه ك غادي تجي الفوق، لماذا؟ لان قلنا اك تساوي ناقص 3/2 في المتجه ا بي، يعني ان ا بي واك لهما منحيان متعاكسان. دونك نكتفي بهذا الشيء في هذا التمرين هذا، لنمر لتمرين اخر ان شاء الله.